مرحبا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من كشك الصحافة، نبدأها بالعلم. تفكيك حقل ألغام من إحدى المزارع شمال حجة. ومن المواقع الألمانية تحالف جديد في الخليج وخطة أمريكية لتضييق الخناق على إيران. وفي الصحافة الفرنسية، محكمة أمريكية تؤكد بأنه لا يحق لترامب حظر متابعيه على تويتر. ستة عشر ساعة كانت كافية للوصول إلى عدن عبر هذا الخط الساحلي، لكن قطعه تسبب بمعاناة للمسافرين من الحديدة إلى عدن، والذين عليهم أن يختاروا الوصول إلى عدن عبر طريق الحديدة صنعاء أو طريق الحديدة إب وسط البلاد، ثم محافظة الضالع جنوبا. ويعنون موقع المشاهد نت: ما بين عدن والحديدة سفر على طرقات غير مأمونة. ويستغرق السفر من مدينة الحديدة إلى عدن 24 ساعة بحسب أحد العاملين في شركة النقل الجماعي في المحافظة، ما جعل الشركة التي يعمل بها تلغي الرحلات المباشرة إلى عدن، ما ضاعف من معاناة المسافرين. 13 نقطة أمنية على طول الطريق عبر المحافظات التي يمرون عليها وصولا إلى عدن، وبين كل نقطة وأخرى نصف كيلو متر. تقول منى أحمد: سافرت إلى عدن عبر محافظة صنعاء ومنها إلى عدن، وفي كل نقطة أمنية كنا نخضع للاستجواب حول وجهتنا وسبب زيارتنا لعدن. يختار الحوثيون أكثر المناطق المأهولة بالسكان لوضع الألغام فيها، ووفقا لموقع الصحوانت، تفكيك حقل ألغام من إحدى مزارع بني حسن شمال حجة. ويقول الموقع: إن فرق الهندسة العسكرية في المنطقة العسكرية الخامسة تمكنت من انتزاع حقل ألغام كانت قد زرعته ميليشيا الحوثي الانقلابية بمزرعة مواطن في عزلة بني حسن شمال مديرية عبس بمحافظة حجة. وقال المصدر العسكري: إن المواطنين أبلغوا الفريق الهندسي بوجود ألغام بإحدى المزارع بالقرب من قرية بني المش التابعة لعزلة بني حسن، وانتقل الفريق الهندسي إلى المكان المذكور على الفور. وأضاف أن الفريق الهندسي اكتشف حقل الألغام وتمكن من انتزاع 250 لغما أرضيا مزودا بأشراك خادعة. وخلال الشهرين الماضيين انتزعت الفرق الهندسية وأتلفت 5000 لغم وعبوة ناسفة مختلفة الأحجام والأشكال والأهداف كانت قد زرعتها ميليشيا الحوثي في قرى بني حسن ومزارع النسيم والخضراء ومن قرى جنوب حارت. قال قيادي في حزب المؤتمر الشعبي العام إن دولة الإمارات العربية المتحدة، كما ذكر الموقع بوست، شكلت لجنة أمنية مصغرة يشارك في عضويتها شخصية قيادية مؤتمرية بارزة تقيم ما بين القاهرة وأبو ظبي، مهمتها ملاحقة الشخصيات المناوئة للسياسة الإماراتية في اليمن. ونقلت صحيفة أخبار اليوم عن المصدر أن الأمن المصري قام باستدعاء العديد من الناشطين والمناوئين للإمارات، وخيرهم بين التعهد بعدم انتقاد الإمارات أو مغادرة مصر فورا. ووفقا للصحيفة، فقد تم رفع تقرير عن تلك اللجنة الرئاسية اليمنية في الرياض وعن مهامها التي وصفت بالخطيرة، وتعمل بالتنسيق مع الاستخبارات المصرية على ملاحقة عدد من المعارضين لسياسة الإمارات في اليمن. وذكرت الصحيفة أن محافظ المحويت صالح سميع الذي وجه انتقادات لاذعة لدولة الإمارات كان أول مهام هذه اللجنة التي تقدمت ببلاغ ضده للقضاء المصري. وقالت الصحيفة إن بعض من تم استدعاؤهم اختار المغادرة إلى اليمن، بينما آخرون توجهوا لدول أخرى، في حين قبل البعض التعهد على مضض بعدم انتقاد الإمارات بسبب ارتباط أولادهم بالمدارس المصرية. ويصل الموقع إلى نتيجة أن الدولة لا تزال بحسب كثيرين بعيدة المنال في عدن، لكن الحنين إليها لا يزال قائما. محمد الصهباني يكتب عن إعادة تسويق العهد القديم وتلميعه واعتباره أفضل من حاضرنا وربما مستقبلنا، وأضاف في مقال نشرته العربي الجديد:
لا تزال مأساتنا نحن اليمنيين في كتابات كثيرة وفي الأصوات التي كلما ضاقت بها الظروف المعيشية نتيجة طبيعية لتداعيات الحرب الظالمة طالبت بالعودة إلى الماضي سبيلاً لإنهاء هذه الحروب، وكأن الماضي كان أكثر رفاهية. ليس من المنطق أن تطالب أصوات كهذه بعودة عقود المخلوع، والأحرى بها أن تطالب بحاكم يدير البلد بمسؤولية وطنية خالية من مآسي الاستبداد ووفقاً لنصوص دستور وقانون صارمين. صار واجباً أن نذكر اليوم بأن لدى أجنحة علي عبد الله صالح من الإمكانات العسكرية والميليشاوية والقبلية ما يشكل خطراً كبيراً على البلد في استحالة الخروج به إلى بر الأمان، طالما أن هذه الأجنحة تعمل على ترتيب أوضاعها على نحو استبدادي أسوأ من السابق بهدف فرض سلطتها وإعادة تموضعها على الثروة والسلطة بعيداً عن مخرجات الحوار الوطني. وفي سياق متصل، لا يزال المؤتمر الشعبي العام يحافظ على بقاء سطوته حزبياً وجماهيرياً من خلال شرائه أقلاماً مأجورة كثيرة لتلميعه إعلامياً وسياسياً، إذ يرى الدفاع عنه من وسط صفوفه شهادة مجروحة، فلجأ إلى الأقلام الشهيرة والأقل شهرة لتصديره حزباً وطنياً. اقتصادياً، ركز موقع يمن مونيتور على التهديدات التي تمارسها ميليشيا الحوثي ضد العاملين في القطاع المصرفي، وعنوان الموقع: غرامات وقمع حوثي يستهدف الصيارف المضاربين في صنعاء. وقال الموقع إن جماعة الحوثي المسلحة هددت شركات ومحلات الصرافة والبنوك من أي خطوات تصعيدية في عملية الإضراب أو إغلاق للمحلات. ووفقاً للموقع، فإن أي خطوات ستقابل بفرض مبالغ مالية والسجن كعقوبة تفرضها الجماعة في المناطق الواقعة أو الخاضعة لسيطرتها. وقال أحد العاملين في مجال الصرافة إن مسلحين تابعين للميليشيا أبلغونا أنه في حال أضربنا عن العمل أو أغلقنا المحل سيكون هناك غرامة مالية بالإضافة إلى سجن صاحب الشركة أو المصرف. وأضاف: أصبحنا في وضع حرج للغاية، نريد أن نتوحد ونلبي نداء الجمعية ولا نريد أن نخسر ونصبح عرضة للنصب والنهب من قبل الحوثيين. وكان القطاع المصرفي قد منح 30 يوماً لوقف التعسفات التي يقوم بها الحوثيون في صنعاء ومناطق سيطرتهم شمالي اليمن وعدم قدرة البنك المركزي في عدن على ضبط القطاع. تحالف عسكري جديد قد يبصر النور في الشرق الأوسط بمبادرة من الولايات المتحدة، وهذه المرة على شكل سفن حربية تسعى لحماية المياه الاستراتيجية في مضيق هرمز وباب المندب. فما أهدافه؟ وهل هو سعي جديد لتقليم أظافر إيران؟ التعليق هنا لموقع ألماني عنوان في صفحته الرئيسية: تحالف جديد في الخليج، خطة أمريكية لتضييق الخناق على إيران. وقال موقع دي دبليو إن واشنطن ترغب بقيادة تحالف عسكري بحري في مناطق التماس بينها وبين إيران وذراع هذه الأخيرة في اليمن، أي الحوثيين، ما يجعل أهدافه مثيرة للجدل. وقال الموقع إن الإعلان عن التحالف جاء على لسان رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية الجنرال دان فورد، والذي لم يعطي تفاصيل كثيرة باستثناء أن التحالف سيركز على المراقبة والاستطلاع، وأن الأسبوعين القادمين سيشهدان تحديد الدول الراغبة في المشاركة في هذا التحالف. وإن كتب أو كتب للتحالف الولادة طبقا للموقع الألماني، فهو سيراقب منطقة حيوية في الملاحة البحرية، فمضيق هرمز يربط بين الخليج والمحيط الهندي ويمر من خلاله 40% من البترول المنقول عبر العالم، كما تصدر السعودية أو تصدر السعودية عبره جل نفطها، بيد أن هناك دولا ستجد نفسها في وضع صعب بين الانضمام لهذا التحالف وبين الوفاء لعلاقاتها مع طهران، سواء كانت علاقات تمتد لسنوات خلت كالعراق وعمان، أو علاقات ظرفية نتجت عن تطورات المشهد السياسي مؤخرا كقطر التي اتجهت لإيران في محاولتها تنويع شراكتها الاقتصادية بعد محاصرتها في أعقاب الأزمة الخليجية.
تقول العربي الجديد إن ناشطين يمنيين على مواقع التواصل الاجتماعي أطلقوا حملة إلكترونية تضامنية مع معتقلين أصدرت ميليشيا الحوثي حكم الإعدام بحقهم في صنعاء. وأصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة التي يديرها الحوثيون حكما بإعدام 30 معتقلا، بينهم أكاديميون وقيادات حزبية وناشطون سياسيون، وستنفذ خلال 15 يوما من تاريخ إصدار الحكم. وزارة حقوق الإنسان اليمنية قالت إن الحوثيين يمارسون التعنت في تنفيذ اتفاق ستوكهولم بخصوص الأسرى والمختطفين، ويقدمون على تنفيذ محاكمات صورية عبر قضاء غير شرعي. تتابع الصحيفة: أطلق ناشطون حملة تضامنية على مواقع التواصل الاجتماعي تحت واسم أوقفوا إعدام الناشطين السياسيين، طلبوا من خلاله وقف أحكام الإعدام وإطلاق سراح المعتقلين بشكل فوري. ونشر ناشطون مقتطفات لحديث معتقلين كشفوا عن تعرضهم للتعذيب، فضلا عن إصابتهم بأمراض ومعاناتهم جراء رفض الحوثيين السماح بإدخال الأدوية ومنحهم فرصة الحصول على رعاية طبية. شهد مفاعل تشيرنوبل أكبر كارثة نووية عرفها العالم، وقعت يوم السبت في 26 من أبريل من العام 1986. كان ما يقرب من 200 موظف يعملون في المفاعلات 1 و2 و3، بينما كان يتم إجراء تجارب السلامة في المفاعل 4، فوقع انفجار كبير نجم عن انصهار لب المفاعل نتيجة ارتفاع درجة حرارته بشكل كبير جداً، نتجت عن أخطاء تقنية ارتكبها عمال المناوبة الليلية الذين كانوا شباباً لا يملكون خبرة كافية. قوة الانفجار نسفت سقف المفاعل الذي يزن 2000 طن من الفولاذ، وانطلق ما يوازي 8 أطنان من الوقود النووي إلى السماء. أدى الحادث وما نجم عن الإشعاعات إلى وفاة حوالي 2000 شخص حسب أرقام الاتحاد السوفيتي، و8000 شخص حسب ما صرحت به أوكرانيا بعد انفصالها. كما أصيب مئات الآلاف بالإشعاعات بدرجات متفاوتة، ما سبب للكثير منهم الأمراض خصوصاً السرطان والإعاقات والتشوهات. وبلغت الخسائر المادية أكثر من 3 مليارات دولار، وتحولت مدينتا تشيرنوبل وبرايبت إلى مدن أشباح. وقد ذكر الكاتب العربي المعروف إبراهيم نصر الله بما حدث ذلك اليوم، معتبراً أن الزعامات العربية تلقي أيضاً بشعوبها إلى الدمار بصيغ وأشكال مختلفة. وقال في صحيفة القدس العربي: كنت أشاهد كيف يلقى بمصير أمة بأكملها إلى الدمار، إلى محرقة مرعبة باتت في حاجة إلى عشرات السنوات للتخلص من آثارها، كما تحتاج المدن والأراضي الملوثة بالإشعاع إلى عشرات بل مئات السنوات للتخلص من آثار الإشعاعات القاتلة. ثمة من تفتنه سلطته السياسية في عالمنا العربي فيدمر، وهو بهذا مفاعل، وثمة من يحتمي خلف القوة الأمنية أو قوة الطائفة فيدمر، وثمة من يمتطي الذبابة ويدمر، وثمة من يطحن الحرية داخل سجونه ويدمر، أو بتصحيره للعلم فيدمر مدارسنا وجامعاتنا، وثمة من يدمر كل مستقبل تتطلع إليه الشعوب بعسكره وسلطان ماله، وثمة من يعلو بالفساد والكذب وتعدد الأقنعة ويدمر. في واقعنا العربي اليوم لا يكاد بلد يخلو من مفاعل تشيرنوبل خاص به، أو أكثر من مفاعل وبضحايا لا حصر لهم من تراب فوقه وتحته، ومن هواء وبراءة وخضرة وماء وكرامة. وهكذا كلما أشار شعب إلى انفجار مفاعل ما قطعوا أصابعه، وكلما هتف قطعوا ألسنته، وكلما حلم هدموا السقف فوق رؤوس أبنائه. عالمنا العربي اليوم لا يحظى اليوم بغير المفاعلات القاتلة المتصدعة والضحايا، الضحايا الذين يتقافزون فرحا بما لديهم مظاهر كاذبة خارج السياق الحضاري الحقيقي، أو الضحايا الذين يتقلبون وسط النار، أو أولئك الشجعان الذين نراهم اليوم
في شوارع السودان والجزائر الذين بلا كلل يرفضون الموت. هل أنت من متابعي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر موقع تويتر؟ لا تقلق، فالرئيس لن يستطيع حظرك بحكم من المحكمة. وعنونت صحيفة لوفيغارو الفرنسية: محكمة أمريكية تؤكد بأنه لا يحق لترامب حظر متابعيه على تويتر. وقالت محكمة استئناف مؤلفة من 3 قضاة إنه ليس من حق الرئيس الأمريكي حظر متابعي أو خصومه على تويتر لمجرد أنهم لم يوافقوا رأيه. وقد أكد هؤلاء القضاة على قرار اتخذته في العام الماضي قاضية فيدرالية وجدت أن ساكن البيت الأبيض أو ساكن البيت الأبيض مارس تمييزا في الرأي عن طريق منع منتقده من الاشتراك في حسابه الشخصي. ثم اعتبرت القاضية أن إمكانية الرد على التغريدات الرئاسية المتكررة والتعليق عليها كانت جزءا من ممارسة حرية التعبير التي يحميها التعديل الأول للدستور. وقالت المحكمة إن دونالد ترامب حقق أداء جيدا على حسابه في تويتر الذي يتابعه فيه نحو 62 مليون شخص، وهي مساحة عامة تتعلق بواجباته الرسمية. وقال القضاء في حكم صدر من 29 صفحة: لا يسمح التعديل الأول للمسؤول الحكومي الذي يستخدم حسابا على وسائل التواصل الاجتماعي بحظر الأشخاص الذين يعبرون عن آراء لا يوافق عليها. نطالع من صحيفة فينانشال تايمز ما كتبه يانوس كورناي أستاذ الاقتصاد بجامعة هارفارد الأمريكية حول صحوة الوحش الصيني. واستهل الكاتب بالإشارة إلى أن زعماء الصين الحديثة لن يكتفوا بأن تصبح بلدهم واحدة من القوى البارزة في عالم متعدد الأقطاب، بل يتركز هدفهم على أن تصبح الصين بمثابة الزعيم المهيمن بين الدول. وأوضح أستاذ الاقتصاد في تقرير ترجمته البي بي سي أن الفكرة لا تعتمد على أن تنشر الصين جنودها في كل مكان حول العالم، بل إن وسائل بسط النفوذ ستكون مختلفة من دولة لأخرى. وأضاف أن بعض الدول ستكون حرفيا تحت احتلال عسكري، لكن في مناطق أخرى سيكفي أن توجد حكومات تمتثل لرغبات الصين. وتساءل الكاتب: هل يتحمل المثقفون في الغرب قسطا من المسؤولية عن هذا الكابوس؟ على حد تعبيره، وأجاب قائلا: لقد تابعنا باستحسان تحول الصين كما شاركنا بفاعلية في حدوث هذه التغييرات. الكثير منا بالفعل يتحمل مسؤولية أخلاقية بسبب عدم وقوفهم ضد عودة الوحش الصيني، بل إن الأسوأ أن البعض لعب دورا بتقديم الرأي والمشورة. وحث الكاتب الجميع على توخي الحيطة والحذر قبل مساعدة الصين على امتلاك المعدات التي قد تستخدمها في شن حرب رقمية أو فعلية. الربيع العربي المحفوف بالمخاطر، المستبد يسقط وحلفاؤه يبقون. تحت هذا العنوان كتب آدم تايلور مقاله المعاد نشره في صحيفة الغد. في النزاعات الفوضوية التي أعقبت الربيع العربي في ليبيا واليمن، ما يزال موالون للنظام يتمتعون بالسلطة. كان اليمني علي عبد الله صالح قوة كبيرة في الحرب الأهلية التي ألحقت الدمار بالبلاد حتى تم اغتياله، بينما عارض الحكومة الجديدة التي يقودها نائبه السابق عبد رب منصور هادي. وحتى في تونس التي تعتبر قصة النجاح الديمقراطي الوحيدة في الربيع العربي، توقفت الجهود المبذولة لإبعاد عناصر النظام السابق عن السياسة. بعد ثورة العام 2011 بفترة وجيزة، قامت تونس بحل حزب الدكتاتور السابق زين العابدين بن علي التجمع الدستوري الديمقراطي، وأقرت حكومة مؤقتة قانوناً في ذلك الربيع، والذي منع أعضاء الحزب من الترشح في انتخابات العام 2011 التي أوصلت الحزب الإسلامي في تونس إلى السلطة في حكومة ائتلافية. وفي السنوات التي تلت الثورة، تصارعت الحكومة التونسية الجديدة مع عدة مقترحات منفصلة لمنع أولئك المرتبطين بالنظام السابق من المشاركة في السياسة. ولم يتضمن قانون الانتخابات الذي حكم انتخابات تونس في العام 2014 أحكاماً تمنع أتباع النظام السابق من الترشح. خدم الرئيس الحالي بيجي قائد السبسي في حكومتين أوتقراطيتين متعاقبتين،
وأصبح حزبه الجديد الذي اجتذب العديد من مؤيدي النظام القديم الكتلة السياسية الأبرز في الحكومة، وبرز حزب منفصل من أنصار النظام القديم في صناديق الاقتراع قبل الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقررة لهذا الخريف، في إشارة إلى ما يقول الخبراء أنه تراجع للديمقراطية في تونس. يقول هيلر الزميل المشارك في المعهد الملكي للخدمات المتحدة في لندن أنه على الرغم من أن العديد من العوامل السياسية والاجتماعية الأساسية التي أشعلت ثورات العام 2011 ما تزال قائمة، فإن الحركات المؤيدة للديمقراطية غالباً ما تفشل في تقديم حجة مقنعة تفسر السبب في أنها يجب أن تتولى الإشراف على الإصلاح. ويضيف هيلر من السهل أن نرى السبب في أن المستبدين ما يزالون يحتفظون باليد العليا في الوقت الحالي، خاصة وأنهم مدعومون بمثل هذه القوة. صور الحيوانات بالإضافة لصور أخرى متنوعة نشرتها صحيفة الديلي تيليغراف، ونحن نعرضها عليكم في جولتنا لهذا اليوم. تقول رسمة واحدة ما لم تقله عشرات المقالات، ذلك ما أثبته عدد ليس بقليل من رسامي الكاريكاتير العرب الذين نستعرض جزءا من إنتاجهم في جولتنا التالية. وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من كشك الصحافة، نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.